السلام عليكم ليكيب، توجور مع لي زايفون ولي زايباد. اليوم عندنا 5 حبات في الأونز برو، راح نفوتوهم في الباي باس في لي ميزاجور 17.5.1، وزيد نعطيكم جديد اليوم طلقوا 15 وال15 برو ماكس وال14 وال14 برو ماكس في لي ميزاجور 17، وحتى البيتا في 18، يعني اي او اس 18 بيتا راهي مدعومه في الفول باي باس. الناس اللي مهتمة بلي سيرفيس اي كلود في الفول باي باس تقدر تتواصل معايا عبر واتساب ولا انستغرام. كيما هذوما تليفونات جابوهم لنا من ولاية واحدة اخرى، راح نفوتوهم له فول باي باس، راح نديرو لهم تشيك على الايرون موفل. تبعوا الفيديو للاخر. راح نفتحوا الايرون موفل في الفيريسيون الجديدة اللي تلقاها 2.1، هذه هي الفيريسيون 2.1 اللي تدعم 14 برو ماكس 14 لي سيري تاع 14 كاع يفوتوا فول باي باس في الاي او اس 17، ولي سيري تاع 15 كاع يفوتوا في الاي او اس 17، يعني من 15 حتى 15 برو ماكس راهم يفوتوا، ولي زايباد دي سيلولار الكل راهم يفوتوا. لازم تكون فيها بيس وي في، راهي نوت سيبورتد. تقدر تفوت التليفون تاعك في 15 برو ماكس في الهلو سكرين في الميزاجور 17، كيما ال14 كان يفوت 16.6.1 درك راهو يفوت في 17. الناس اللي مهتمه بالسيرفيس هذيا تقدر تتواصل معايا عبر واتساب ولا انستغرام. المقر تاعنا في حاجوتي بازا، تقدروا تبعثوا لينا مع شركه توصيل ولا تجونا الحانوت. كيما راكم تشوفوا هذا 11 برو ماكس، كيما راكم تشوفوا تشيكيناهم راهو سيبورتد، راح نفوتوهم في الباتش وندير لكم عليه فيديو كيفاش ناكتيفوهم. هذه يا خاوتي مرحبا بكم والسلام عليكم.